ده ديزل لانجلترا. ده كهرباء لانجلترا. ده كهرباء لانجلترا لندن. ده كهرباء لندن. هو مش دورين بس انت دورين احنا كنا راكبين فيه. كنا راكبين فيه. لكن ده جاهز. ده جاهز. اتحرك بينا يعني. هنطلع بيه اختبار طريق. طيب نطلع بيه اختبار طريق. ده الكابينه. دي كابينه السواق. يا جمالك. هنا مفيش مرايات احنا بنركب كاميرات ودي شاشات الكاميرات. ايوه. انا السواق ما بيسوقش بال شغل اهو. شغل اهو. اوعى يا ابني بدل ما اشيلك اوعى ضيع. يعني احنا جربنا الموضوع من بدايته لنهايته. وطبعا هيجي حد من هيجي السواق دلوقتي يشوف الدنيا. ما اصلا مش فهلاوه يعني. مش انا بسوق عربيه تعبانه حاجه اسوق اتوبيس. كل واحد وله حاجته يعني. وبعدين مش هسوق اتوبيس لندن يعني. احنا اخدنا صفه اللبن. انما لندن ده صعب قوي. ليه سواقين بقى وليه ناس متدربه اه لاخره كده. فهنشوف الدنيا ايه. عم نبيل طبعا بيسوق اهوت. فانا جيت اركب جنبه قال لي هو طبعا غلط بس احنا ايه عشان التصوير وخلافه يعني. احنا كده مرحله تجريبي. عم نبيل صح؟ تمام يا باشا. اسمك نبيل ايه؟ نبيل ملاك. ازيك عم نبيل؟ منين عم نبيل؟ اسماعيليه. ربنا يكرمك عم نبيل. مبسوط من الشغل هنا؟ اه تمام. بقالك قد ايه؟ 13 سنة. 13 سنة؟ الشركة هنا بقالها 30 سنة يعني انت في 16 سنة ضايعين منك ما لحقناش الفرصة في البداية. ربنا يكرمك. احنا كده في مرحلة تجريب هتروح وترجع تاني الورشة مش كده؟ تمام. طب كده احنا ممكن نقول يعني وصلنا للمرحلة النهائية بنسبة مثلا 90%. وهذا الاوتوبيس رايح لندن مش كده؟ يعني بعد ما يخلص بقى خالص ده رايح العاصمه لندن من ضمن مجموعه اوتوبيسات رايحه في هذا الاطار. فيعني بنقول تاني للطلبه اللي منتمين لهذه المدرسه المحترمه يعني اقنعوا اصحابكم. قولوا لاصحابكم انه التعليم الفني في مصر بخير. قولوا لاصحابكم ان التعليم المهني في مصر بخير. في تعليم فني مختلف خالص 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 من 2020 لحد دلوقتي وان شاء الله في المستقبل يكون افضل وافضل. مش لازم ثانويه عامه ولا لا لا بالعكس في حاجات كويسه جدا. اللي يقول لك بقى اللي خايل يقول لك يعني التريقه انا اقول لك هم بيعرفوا يصنعوا توك توك. لا يا باشا احنا بنصنع اوتوبيسات وبنصدر وعندنا طلبه وبتدرس صح كده يا عم نبيل؟ صح يا باشا. مش في طلبه تحت ايدك برضو بتتعلم وحاجات كده؟ معانا طلبه في المدرسه المزدوجه. فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. دي نهايه رحلتنا للمدرسه ونهايه رحلتنا للمصنع التابع للمدرسه او اللي المدرسه تابعه ليه. في حاجه كده من الحاجات المحترمه جدا اللي ما تلاقيهاش كتير في دول متقدمه. امس في المدرسه وامس في المصنع ولهم منا كل التقدير والاحترام. والى لندن باذن الله. ونشوف حضراتكم في الفقرات الجاية أخبارنا إيه فيها إن شاء الله. الطالب بقى بعد ده كله دي المراحل اللي هو شارك فيها. دي المرحلة النهائية اللي هو شارك فيها. أتوبيسات بقى خلاص قبل أنها تتوقع على الله. احنا هنا وصلنا في مرحلة التسليمات. تمام. بعد ما صنعنا أجزاء الأتوبيس ومررنا مراحل اللحام والتجليد والدهان والتشطيب. تمام. واختبرنا الأتوبيس وتأكدنا أن ما فيهوش أي مشاكل. تمام. وجاهز للتسليم. بيجي هنا البي دي آي. زي ما احنا شايفين هنا في أتوبيسات لإنجلترا لندن كهرباء ديزل. ده البي آر تي اللي هيبقى على الدائري. أتوبيس المطار. أتوبيسات للسوق المحلي. ممتاز. دي جاهزة للتسليم. كل ده جاهز للتسليم. احنا في منطقة التسليم. تمام. رسالة أخيرة من عندك للطالب اللي ملتحق بالمدرسة واللي ولي أمر ابنه في الإعدادية وعايز يروح مدرسة معينة. بالنسبة للطلبة طبعا احنا هم دايما مرحب بيهم وده مكانهم. احنا هنا بنقدم لهم كل الوسائل اللي بتخليهم جاهزين ومدربين لسوق العمل سواء هيلتحقوا بام سي في او بشركة اي شركة تانية. تمام. عشان بنساهم ان احنا بنخرج طلبة وعمالة مدربة تساعد في سوق العمل المصري وتساعد ان احنا نبقى في وضع احسن في التصنيع والتصدير. تمام.
وبالنسبه للطلبه اللي لسه بتدرس في اعداديه زي ما شفت زمايلك ازاي بيتدربوا ازاي احنا بنهتم بيهم. صحيح. ده مجال مفتوح بيضمن لك وظيفه بيضمن لك انت بمدرب وفاهم برضو ممكن في طلبه بتحب تكمل هندسه فالمجال مفتوح ومرحب بالجميع في ام سي في لان دي رسالتنا احنا زي ما بنخدم العميل ولينا مشاركه مجتمعيه بنحاول نحسن سوق العمل في مصر والعماله المدربه بنحاول نزود كميه نوعيه العماله المدربه ونرفع كفائتها وجودتها. باشمهندس انا بشكرك تعبناك معانا في الرحله من اول ما جينا من المدرسه لحد هنا وبشكرك شكرا. شرفتونا. ربنا يخليك يا فندم دايما على خير.